هلا فيكم حلقة جديدة من قصص مرعبة. صراحة جدا مبسوط مع الحماس اللي قاعد يصير بالقصص المرعبة، وجدا متحمس لحماسكم اللي انتم تبون تخافون. عشان كذا قررت اكافئكم واخلي السلسلة فيها 3 قصص بدال قصتين. فمن غير اطالة، قبل ما نبدأ لا تنسون اللي يخاف لا يكمل، ولا تنسون زر اللايك واشتركوا بالقناة. والحين خلونا نبدأ. أول قصة معانا بعنوان فتاة المستشفى. في يونيو عام 1972 ظهرت بنت فجأة عند باب مستشفى بكاليفورنيا بثوب أبيض بالكامل ومغطى بالدم. هذا بحد ذاته شيء غير غريب، بما أنه مستشفى ويحصل دائما أن في ناس تصير لهم حوادث قريبة وتجي لأقرب مستشفى. لكن في شيئين أجبر الناس اللي شافوها أنهم يهربون من شكلها المقرف والمرعب. أول شيء إنه ما كان تقدر تقول عنها أنها إنسان، كان أقرب شيء لوصفها هو المانيكن أو تمثال الملابس، لكنها تملك براعة في الحركة وشعور بالإنسان. لكن الوجه كان غريب، بدون أي حاجب وكأنها مصبوغة. كانت البنت حاطة قطة صغيرة في فمها والدم يقطر منها، بعدين سحبت القطة ورمتها على الجنب وانهارت. ومن لحظة انحيارها إلى دخول المستشفى وحتى لين وصلت الغرفة خلال تنظيفهم الجروح وقبل ما يعطونهم مسكن الألم، كانت البنت ما فيها أي تعبير ولا أي حركة. الدكتور قرر من الأفضل أن يتم ربطها حتى تجي الشرطة، ولا عارضت البنت ولا قالت أي شيء. ما قدروا يحصلون منها أي رد لأي سؤال، وغلب الطاقم الطبي كان غير مرتاح بالنظر لها بشكل مباشر لأكثر من ثانية. وفي اللحظة اللي قرروا أنهم يعطونها المسكن هاجمتهم بكل قوة، واثنين من الطاقم حاولوا تثبيتها في السرير، وفي كل مرة تقوم من السرير بنفس النظرة بدون أي تعابير. التفتت بعيونها للدكتور وابتسمت، وأول ما ابتسمت هربت الدكتورة من صدمة المنظر. في فم البنت ما كانت لسان طبيعية، كانت طويلة ومحددة، طويلة لدرجة أن مستحيل ما تسبب أي ضرر لفمها لما تقفل. الدكتور انصدم المنظر وسألها مين أنتي؟ مستحيل تكونين بشر. مالت رأسها لحد أنها كسرت رقبتها إلى كتفها حتى تشوف الدكتور بشكل أفضل، وما زالت مبتسمة. كان هناك صمت طويل حتى تم تبليغ رجال الأمن، وما انتبه الدكتور أن الأمن كان قريب. قربت البنت بشكل سريع للدكتور وغرزت أسنانها في حلقة وتركتها في الأرض ينازع للتنفس ويختنق بدمها. وقفت البنت وقربت الدكتور، وفي آخر لحظة حياته همست بإذنه أنا إله. عيون الدكتور امتلت من الرعب وشافها بكل هدوء تمشي للأمن، وكان آخر منظر يشوفه حفلة من الدماء بسببها. الدكتورة الناجية الوحيدة سمتها عديمة التعابير، وبعد هذه الحادثة ما كان في أي أثر للبنت. قصتنا الثانية بعنوان ليلة هادية. تخيل أنك جالس تشتغل على الكمبيوتر في ليلة هادئة طبيعية، والتلفزيون يشتغل، وتشوف المعلق وهو يقول نتائج مباراة الفريق اللي أنت تهتم له، والأخبار تتعلق بالرياضة مثل أي يوم عادي، وتتبعها أخبار عن السياسة اللي ما تنتهي مثل ما تعودنا، وأنت على وشك أنك تروح النوم ترجع الأخبار وتتكلم عن هجوم ضخم صار في مدينتك بسبب هروب الكثير من المساجين، قتلة ومجرمين يثرون في كل مكان في أنحاء المدينة ويمشون بكل حرية في المنطقة. وفجأة تسمع صوت من خارج البيت، تنزل راسك بسرعة من الخوف من أن يشوفك أحد، وتطفي التلفزيون والكمبيوتر وكل إنارة البيت عشان ما تلفت انتباه أحد. وبكل بطء تمشي عشان توصل للدور الثاني، وتوصل الباب الزجاجي للبيت وتستعجل وقلبك تزيد نبضاتها من الخوف. توصل الدور الثاني وانت بطريقك لغرفتك تشوف من الشباك أشخاص تمشي بكل بطء إلى باب بيتك. تقفل باب الغرفة وتقفل الشباك والستاير وتتخبى في السرير وتغطي نفسك ببطانية. تدفن نفسك من الرعب وتبكي بصوت خفيف وتتمنى وتدعي ان هذا الشيء ينتهي بسرعة وتطمن نفسك في كل مرة. لكن في شيء مزعج في راسك وتحس ان في شيء غلط. وبسرعة البرق توقف وانت تسمع شيء. فاللحظة عرفت اكثر شيء مرعب وحقيقي ممكن تتخيله. فهمت اخيرا ايش كان الشعور الغريب اللي كنت تحس فيه. اختبرت الرعب الحقيقي بأنك ما قفلت باب البيت.
قصتنا الثالثة بعنوان الرجل المشرد. أعيش في مدينة أوساكا باليابان، وعادة أخذ القطار عشان أروح للعمل في كل صباح. وفي يوم من الأيام وأنا أنتظر القطار، لاحظت رجل مشرد واقف في زاوية محطة القطار، يتكلم مع نفسه في كل مرة يمر شخص جنبه، وماسك كاسة في يده، وكأنه واضح أنه يطلب فلوس. مرت من جنبه امرأة سمينة، وسمعتها يقول خنزير. استغربت وقلت بنفسي، هذا المشرد جالس يهين الناس، ويتوقع أنهم يعطونه فلوس. في اليوم التالي، وصلت المحطة بشكل مبكر، وقررت أني أقضي بعض الوقت بجنب الرجل، واسمع وش يقول. رجل ضعيف وطويل يمر من جنبه، ويقول بقرة. فكرت قلت معقولة بقرة؟ هذا الرجل ضعيف جدا على أنه يكون بقرة. وبعد دقيقة مر رجل سمين بجنبه وقال بطاطس. بطاطس، كنت متوقع أن أي شخص سمين راح يسميه خنزير. وفي هذا اليوم وأنا في العمل ما قدرت أوقف تفكير بهذا الرجل المشرد، تصرفاته غريبة وكلامه أغرب. حاولت أفك شفرة الكلام وحاول ألقى نمط معين لطريقته، لكن ما قدرت. ممكن عنده قدرة خارقة، يمكن عنده القدرة أنه يعرف عن حياة الأشخاص في الحياة السابقة، لأن في اليابان الكثير يؤمن أن الإنسان كان يعيش في جسد مختلف في حياة مختلفة. مرت الأيام وفكرت في طريقته، وبديت أصدق بأن نظريتي صحيحة. دائما تمر علي ناس يناديهم بمثل أرنب أو خروف أو حتى أسماء فواكه وخضروات. قررت أني أسأل باب الفضول، وقبل أقرب من عنده مر شخص طويل واضح أنه رجل أعمال، وقال مشرد إنسان. قلت في نفسي إنسان؟ ما أقدر أناقش في هذه النقطة، أكيد هو إنسان. وصلت المشرد ونظرني وقال خبز. أعطيته فلوس سألته هل عندي قوة خارقة؟ المشرد ابتسم وقال إيه نعم عندي قوة خارقة، قدرة امتلكتها من سنين لكنها مو مثل ما تظن. أنا ما أقدر أقول المستقبل أو أقرأ عقول الناس أو أي شيء من هذا القبيل. سألته طيب إيش هي قدرتك؟ رد علي قدرتي أني أعرف آخر شيء أكل الشخص. ضحكت عليه واستوعبت أنه صحيح، لأنه قال خبز لما قربت منه، وهذا صحيح، آخر شيء أكلته هو خبز على الفطور. ابتعدت عنه وأنا هز رأسي من بين كل القدرات الخارقة، هذه القدرة ممكن تكون أفشل قدرة ممكن يحصل عليها. لكن فجأة في شيء ضرب في رأسي، تذكرت حاجة جدا مهمة. إنسان، هل لاحظتم الرعب في هذه القصة؟ وهذه كانت القصص المرعبة، مثل ما وعدتكم جبت لكم ثلاث قصص مرعبة، أتمنى تكون عجبتكم، وأتمنى إن شاء الله أنكم تخفتوا. فعطونا رأيكم بالحلقة تحت بالكومنتس، وأيضا لا تنسون تدعمونا بالاشتراك واللايك للفيديو. كان معكم فهد الشيحة، يعطيكم العافية، مع السلامة.